السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام، تنسلم عليكم كاع المتبعيني البنات اللوزالات كاع اللي متبعيني، تنسلم عليكم ونهاركم مبروك. جبت لكم واحد الحليوة سهلة ومقادير بسيطة، ما فيهاش شي مقادير لي كتار. كاين هنايا جوج نتا معاكم نيشان، كاينين جوج كيسان ديال العنبة، جوج كيسان ديال الكاوكاو مطحون بلدي، حمرتو شوية وطحنتو بحال هكذا. وكاين هنا الكوك حتى هو كان غليت شويه وطحنته. وكاين جوج معالق ديال الكونفيتير، واحد شويه ديال القشور الحامض، شويه ديال معلقه تقريبا ديال الكاكاو، كاس مع عمر ديال السنيده، كاس ديال الزيت، وجوج البيضات، وزلافه ديال الفورس، وخماره ديال الحلوه، وسكر ثقيل فاش غادي نفندها. صافي هادو هما المقادير. بسم الله غادي نبدا نخلط ان شاء الله هاد النواشف كاملين. هاد الحلوة تجي زويونة معلكة. هادشي اللي ناشف كامل نخلطوه. ريحة الكوكو كاوكاو عاطية زويونة، نتمنى نجربوها وتصدق معاكم. دابا غادي نزيد الزيت. نبسبس هذاك الزيت مزيان مع الخليط. الخدمه هكذا مزيان تخلط مزيان هاد النواشف كاع، يتخلطو ويتبسبسو مع الزيت مزيان. نضيفو داك الكونفيتير مع قشور الحامض. بسم الله البيض هو قبيصة الملح اللي تصحيح الذوق، نسى ديما مليحة هي قبيصة هكا بصبعكم وصافي. المهم تنخدمها هكا بيديا مزيان حتى تتشارب هاد مزيان هاد الخليطة ديال الشرب، وندوز ان شاء الله باش نديروها في الطاوة. نرجع معكم ان شاء الله باش نقادوها في الطاوة. انا رجعت ان شاء الله باش نقادو الكمية اللي خرجت لنا، غادي نكورها بحال هكذا. الحجم نتوما تتحكموا فيه اللي بغيتو، انا غادي ندير هذا الحجم هذا، وما كبير ما صغير. حتى تكون تتلصق نديرو يدينا بشويه ديال الزيت ولا
باش تعتبر لكم الصينية. تنشعلو على الفران هي من الفوق، ندخلها الفران ونشعل عليها الفوق حتى تتشقق، ولي تنشعل عليها شويه لتحت حتى تتحمر شويه. دابا كلشي طايب، الكوكرا طايب، هي طيب داك البيض شويه تشمع شويه، طيب داك البيض صافي، لان خليتوها بزاف الفران تتقصح، ما تخليوهاش بزاف الفران حيت الكاوكاو طايب محمر. الكوك تا هو راه تقريبا طايب، تا هو بحال اللي طايب، يعني داك البيض داك البيض هو اللي خصو يطيب شويه صافي، ما نخليوهاش بزاف في الفران. انا غادي نستمر هكا ان شاء الله، تنكمل هاد الكميه اللي عندي وندخلها للفران، نشعل عليها 180 ونخليها نشعل عليها من الفوق تتشقق، ونشعل عاود عليها لتحت غير واحد شويه هي تتحمر واحد شويه، ونطفي عليها باش ما تتقصحش. يلا تبارك الله عليكم، دابا نرجع معكم. سلام، انا رجعت من بدا طابت الحليوه ديالنا، خرجتها من الفران ها انتما كي جات، مقادير بسيطه وخرجت كميه لا باس بها، دوزاتاي ها انتما كي جات، راه معلكه من الداخل، جات معلكه وزوينه. نتمنى تبقى ان شاء الله وتنجح معكم، وإلى فرصة قادمة إن شاء الله. ما تنسونيش من اشتراك ولايك، وتبارك الله عليكم، نتمنى تجربوها إن شاء الله وتصدق معكم، راه تجي زوينة ومعلكة، وريحة كاوكاو والكوك طالعة منها زوينة. نهاركم مبروك إن شاء الله، تبارك الله عليكم.